السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم ألف عافية. أهلا وسهلا فيكم بتاني فيديو إلنا بموضوع الـ Chronic Inflammation. الفيديو الماضي بلشنا فيه وحكينا بشكل عام عن Definition of Chronic Inflammation، تعرفنا عليها بشكل عام، وبعدين حكينا الـ Causes of Chronic Inflammation، شفنا أسبابها. واليوم إن شاء الله رح نحكي عن موضوع اللي هيكون chronic inflammatory cells and mediators، يعني الخلايا والchemical mediators اللي بيكونوا موجودين بالchronic inflammation. رح نحكي احنا بشكل اساسي عن الخلايا، وهم خمس خلايا. رح يكون معنا اليوم خلية اسمها الماكروفاج، رح نحكي عنها وعن اهميتها بالchronic inflammation. رح نحكي برضو كمان عن الليمفوسايت، رح نحكي عن الماست سيل، رح نحكي عن الإيزينوفيل، وختاما رح نحكي عن الماست سيل. هدول هم الخمسة اللي اليوم إن شاء الله رح نحكي عنهم. تعالوا مع بعض نشوفهم السيدات. طبعا هاي عنواننا اليوم اللي هو الكرونيك انفلاماتري سيلز اند ميدياتورز. رح نحكي عن السيلز، الخلايا اللي بيكونوا موجودين، واحنا عم نحكي عن السيلز رح نذكر الميدياتورز ذكر. تمام، هلا هم خمس خلايا زي ما حكينا. واحد الماكروفاج، والماكروفاج لها كثير ديتيلز رح نتعمق فيها. هاي لها سلايد، سلايدين، ثلاثة، أربعة، كلهم بس شو عن الماكروفاج. بعدين رح نشوف الثانية اللي هي الليمفوسايت، والثالثة اللي هي البلازما سيلز، وبعدين الرابعة والخامسة اللي هم الإيزينوفيلز والماست سيل. تمام، هاي أربعة وهاي خمسة. خلينا نروح أول شي نبلش بالماكروفاج. طبعا الماكروفاج انتم مفروض اخذتوها العام بالهيستو، بس اليوم بس رح نكرر المعلومات اللي المفروض انتم تعرفوها عنها. وهي هاي الخلية يعني جدا جدا مهمة، و يعني تفهموها هلأ كثير رح يفيدكم بالسيستمات. تمام، هلأ الماكروفاج بيحكوا لنا انها هي the most important cell of chronic inflammation، اهم واحدة بالchronic inflammation. بالأكيوت كانت اهم واحدة هي النيوتروفيل، اما بالكرونيك اهم واحدة هي الماكروفاج. تمام، هلأ خلينا نقرأ عنها. بيحكوا لنا they are tissue cell that are derived from circulating blood monocyte after leaving the blood. اللي بيحكوا لنا اياه هون انه هاي البلد فيسل، الخلية شو بكون اسمها بالدم؟ بكون اسمها مونوسايت. تمام، مونوسايت. هلا هاي المونوسايت لما يكون في عندي انفلاميشن بتصير بدها تنزل على التيشو، لما بدها تنزل هون رح تصير خلية اكبر وعندها قدرة على الفاجوسايتوسيس اكتر، اللي هي شو اسمها ماكروفاج. فاحنا بنحكي انه الماكروفاج ار تيشو سيل. شو يعني تيشو سيل؟ انها الخلية اللي بتكون موجودة عند التيشو، مش اللي بتكون بالدم. اللي بالدم اسمها مونوسايت، اللي بالتيشو اسمها ماكروفاج. فعشان هيك احنا بنحكي لها انها هي تيشو سيل that are derived from circulating blood monocyte، انها هي يعني زي ما تحكوا بتنتج عن المونوسايت. المونوسايت لما تطلع بتصير ماكروفاج، ماشي؟ فهذا هو المقصود بهاي الفقرة. اوكي، خلينا نكمل. بيحكوا لنا انها هي هاي الماكروفاج بتكون موجودة بالموست كونكتيف تيشو. يعني هذا الفقر بتحكي وين بنلاقيها؟ بنلاقيها بالموست كونكتيف تيشو، يعني بتكون عادي بتشرب كل الجسم الماكروفاج، بس في اماكن معينه بتكون هي كتير 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 موجوده فيهم ومركزه غلط. زي ما بنقرا بيقول لنا but found in increased number in certain organs، بنلاقيها باماكن معينه بكميه كتير كبيره. مثل وين؟ خلينا نشوف. بيكون اول شيء مثل الليفر سيل، وهون بيكون اسمها الكفر سيل. تمام، فبالليفر بيكون هيك اسمها، بالسي ان اس بيكون اسمها المايكرو جليال سيل، اما باللنج بالرئة بيكون اسمها الفيولر ماكروفاج، وبالسبلين والليمف نود بيكون اسمها سينياس هيستيوسايت. تمام، ف هيها بالسبلين والليمف نود اسمها سينياس هيستيوسايت. فهذه هي يعني اسماء مختلفة للماكروفاج حسب مكانها، يعني كل ما بتكون بمكان بنسميها اشي تاني. فهمتوا كيف؟ هاي التفاصيل كلها مفروض اختها بالهستو انتو اساسا. فبس يعني هذه هي الماكروفاج. هلا بدنا نحكي يعني زي ما تحكوا عن دورها، او هي شو بتعمل هاي الماكروفاج. ماكروفاج act as a filters for particular matter، ماشي؟ زي كأنها فلتر، ماشي؟ يعني بتشوف مثلا كائن هيك بالجسم، بتحكي هاد غريب ولا مش غريب؟ إذا غريب بتبلعمه، مثلا بتشوف خلية، هاي خلية صحيحة ولا خلية مثلا مريضة أبلعمها، ولا خلية ميتة، ولا خلية كبيرة، ولا هيك. فهمتوا كيف؟ فبتاخد أي إشي ضار، أي إشي مش طبيعي بالجسم وبتبلعمه وبتخلصنا منه يعني. ماكروفاج act as a filter for particular matter، مايكروبس، ماشي؟ بتشوف لنا المواد اللي بالجسم بدهم بلعمة بتبلعمهم، شافتهم منها بتخلي
فيهم المايكروبس. اول ما تشوف مايكروب بتروح بتبلعمه. والسنسنت سيلز شو يعني؟ هدول اللي هي الخلايا يعني الكبيرة. اوكي، انه مرات هدول الخلايا بيكونوا بدهم بلعمة، تمام، بدهم مثلا خلص ما لهم داعي بالجسم. فهاي الماكروفاج بتكون كفلتر تشتغل انها بتكون خلص بدها تخلصنا من اي خلية ما لها داعي بالجسم، ماشي. وكمان برضو هذا اول اشي، هاي اول وظيفة لها، انها هي act as a filter. تاني وظيفة لها انها هي بتكون control specific component of the immune system. هي بتكون تعمل control، بتكون هيك تشغل وتعمل ادارة للإميون سيستم، لجهاز المناعة. مثل شو؟ مثل T والبي ليمفوسايت، ماشي، خلايا تي وخلايا بي الليمفوسايت. هدول شو يعني؟ هي بتكون تحفزهم، تنشطهم، تضبطهم، يعني بتعملهم شو؟ بتعملهم كنترول، ماشي. فهاي هي يعني بشكل عام وظيفة الماكروفاج، انها هي لها وظيفتين. واحد اكت از فلتر، بتبلعم المواد اللي ما لهم داعي، وكمان كنترول سبيسيفيك كومبوننت اوف اميون سيستم، يعني انها هي بتتحكم بالتي والبي الليمفوسايت وبتحفزهم وهكذا، تمام. خلينا نشوف السلايد الثاني تاع الماكروفيج. هلا الماكروفيج احنا حكينا انها هي بتكون اول اشي بالدم اسمها مونوسايت، وبس تنزل بتكبر وبصير اسمها ماكروفيج، تمام. خلينا نقرا، بيحكوا لنا the half life of circulating blood monocyte is one day، تمام. يعني وهي بالدم، وهي هون ساتها بالدم، الهاف لايف الها 1 day بس، تمام. يعني كتير بيكون الهاف لايف الها قصير، ماشي. بيقول under the influence of adhesion molecule and chemotactic factor they begin to immigrate following the neutrophil، ماشي. هلا احنا حكينا انه بالاكيوت انفلاميشن اول خليه بتنزل بالاكيوت انفلاميشن هي شو؟ هي النيوتروفيل، تمام. هاي السريعة سريعة بتنزل، ماشي. هلا بعديها ب 24 48 ساعة بتبلش هاي الماكروفيج تنزل من البلد، يعني المونوسايت بتصير تنزل تتحول لماكروفيج. بس اول اشي بالاكيوت، احنا هون لسه بنحكي عن الاكيوت ما بنحكي عن الكرونيك، بس هاي الفقرة يعني بيكون انه الاكيوت انفلاميشن بتنزل اول شيء النيوتروفيل، بعديها ب 24 ل 48 ساعة بتنزل هاي المونوسايت لمكان الانجري، وبكون شو اسمها؟ بكون اسمها ماكروفيج، تمام. هلا بيحكوا لنا when monocyte reach the extravascular interstitial tissue، لما المونوسايت تطلع بعد 24 ل 48 ساعة وتصير ماكروفيج، شو بيحكوا لنا؟ بيحكوا لنا they undergo transformation into large tissue. المونوسايت بصير لها transformation، بتتحول ل large tissue macrophage، بصير اسمها ماكروفيج، وهي بتكون خلية طبعا أكبر من المونوسايت، ماشي. بيكون لها which have longer half lives، ماشي، بكون مدة حياتها أطول، and greater capacity فور فاجوسايتوسيس، بتكون اكبر وعندها قدرة اكبر على الفاجوسايتوسيس، تمام. خلينا نمحي عشان نكمل. بيقول لنا انه ماكروفيجز، هي انا هون ماكروفيجز may also become activated. اوكي، هلا احنا نحكي هلا عن اكتيفيتها، عن شو؟ عن تنشيطها. هلا مرات الماكروفيج، بس خليني امحي. هلا اول اشي انها هي بتكون اسمها شو؟ مونوسايت، ماشي. هلا بس تطلع بتصير اسمها ماكروفيج، تمام، بتكون اكبر. هلا قدام هاي الماكروفيج ممكن كمان مره تتحول وتتنشط وتصير خليه شو؟ سوري، وتصير خليه هيك اكبر، تمام، واقوى وانشط، والهاف لايف لها كمان تكون اكبر. خلينا نقرا عن هذا الاشي. بيحكوا لنا انه ماكروفيج may also become activated، تتاكتف كمان مره، a process resulting in more active metabolism، بتصير اكثر يعني active، increased of cell size، ماشي، بتصير حجمها اكبر، وبزيد كمان ال content of lysosomal enzyme، بزيد دول lysosomal enzyme الانزيمات المحللة اللي جواها، with increased ability to kill ingested organism، تمام. يعني انه اي يعني organism هي عملت له بلعمة رح يصير عندها قدرة اكبر انها تكسره جواها، ماشي. هلا بيحكوا لنا the active macrophage appeared large، هي تمام، زي ما انا بعطيك صورت لكم اياها، انها هي كتير صارت اكبر من الماكروفيج الطبيعية بعد ما تاكتفت. فلات بينك، بيصير لونها زهري زي ما انا حاطه لكم اياها هون. This appears appearance is similar to that squamous cell، بحكوا لنا انها هي بتشبه السكوامس سيل، فعلشان هيك احنا شو سميناها؟ سميناها ابيثيليويد ماكروفيج. فهاي الكبيرة شو اسمها؟ اسمها ابيثيليويد ماكروفيج، تمام. ها
هلا هاي الابيثيليويد ماكروفاج، لما يعني الماكروفاج كلهم يصيروا ابيثيليويد ماكروفاج ويتجمعوا حوالين بعض، هذا المنظر احنا شو بنسميه؟ جرانيولوما. تمام، فهم بيصيروا هيك ابيثيليويد جنب بعض بيعملوا جرانيولوما. فخلينا نعيد هاي السلايد سريعا. اللي حكيناه هون انه بكون في عندي انا هاي البلد فيسل، ايش اسمها جوا؟ مونوسايت. بتنزل على التيشو، شو بصير اسمها؟ ماكروفيج. بتروح بتتأكتف وبتكبر، شو بصير اسمها؟ ايبيثيليويد سيل او ايبيثيليويد ماكروفيج. والايبيثيليويد ماكروفيج لما يكونوا كذا وحدة مع بعض، هذا الاشي احنا شو بنسميه؟ جرانيولوما. تمام، ان شاء الله انها امور الماكروفيج تكون يعني 100 100. وعلى فكرة كتير مهم والله تفهموها، حتى للسيستمات مهمة، ولا مش بس للباثوم، يعني لأي مكان لما لقدام بالسيستمات يصير يجيكم مصطلح جرانيولوما وتصيروا تروحوا تدوروا على اليوتيوب وعلى جوجل شو الجرانيولوما، من هلا انتوا هاي المصطلحات تخليها تكون عندكم. جرانيولوما مصطلح والله كثير مهم وراح يتكرر معكم والله بالسيستمات. تمام، فان شاء الله نكون كل الامور واضحه. خلينا ننزل ونكمل عن هذه. هلا احنا حكينا هون احنا بنكتبها، تمام، بنكتبها. في عندنا طرق يعني لاكتبتها انها تتحول لابيثيليويد سيل. ماشي، هي هون activation of macrophage. بيكون تيشو macrophage are activated by diverse stimuli to perform a range of function. تمام، احنا بنكتبها. هلا في عندنا طريقتين لاكتبتها، الاولى اسمها classical pathway والثانية اسمها alternative pathway. خلينا نشوف واحدة واحدة فيهم. اول شيء طبعا رح نبلش مع الكلاسيكال باثوي. هلا انا يعني معلمة عليها كم من اشي وانتو بس يعني احفظوهم. تمام، ان الكلاسيكال باثوي اول شيء لها اسم تاني اللي هي الكلاسيكال ماكروفيج اكتيفيشن، ما بفرقوا كتير. تمام، بس انتو عشان اذا الدكتورة ما حكيت لكم كلاسيكال باثوي حكيت لكم كلاسيكال ماكروفيج اكتيفيشن ما تنصدموا. تمام، هلا اول شيء بيقول انها هي induced by هاي الاكتيفيشن، شو اللي بيحفزها؟ علموا معي. بيقول اول شيء الميكروبيال برودكتس، ماشي، الاشياء اللي بتطلع من الميكروبات such as bacterial endotoxin. البكتيريا بيكون جواها توكسين، سموم. ممكن هذا السم هو اللي يحفز الماكروفاج اكتيفيشن، او cell derived signals like cytokines interferon gamma. تمام، فهذا هو الثاني، ماشي، اللي هو اشياء بتطلع من الخلايا، ماشي، او يكون فورين سبستنس. مثل شو؟ مثل الكريستال او الكائنات يعني او المواد الغريبه الفورين بوديز اللي بيكونوا داخلين على الجسم، ماشي، ومن امثلتهم الكريستال. ماشي، ممكن الكريستال يدخل على الجسم فيحفز الماكروفاج انها تتاكتف. تمام، فهدول الثلاثه هم يعني بيحفزوا الكلاسيكال باثوي. تمام، تمام، اي خلص انتم علموهم عندكم انهم هدول هم الثلاثة. وخلينا نشوف اللي بعده. بحكوا لنا انه هذا الاشي بروديوس يعني رح ينتج عنه واحد لايزوزومال انزيم، ماشي، الانزيمات المحللة. اثنين نيتريك اوكسايد، وهاي برضو كمان كيميكال ميدياتور كتير مهمة بالانفلاميشن. وثلاثة كمان برضو عندنا رياكتيف اوكسجين سبيشيز، وهاي برضو كمان كيميكال ميدياتور كتير مهمة اللي هي الفري راديكال. تمام، فهدول الكيميكال ميدياتور رح ينتجوا نتيجة اكتيفيت الماكروفاج عن طريق الكلاسيكال باثوي. تمام، فلهون بنكون خلصنا تاني نقطة انها هي شو رح تعمل. هلا برضو كمان هذا الاشي بيحكوا لنا all enhance يعني رح يشجع الانفلاميشن الماكروفاج انها شو تعمل. بيحكوا لنا enhance their ability to kill ingested organism. تمام، انها هي تقتل الاورجانيزم اللي جواها. and secrete cytokines انها تطلع cytokine، هذا كمان chemical mediator اللي هو رح يحفز الانفلاميشن بزيادة. تمام، فهذا الاشي برضو كمان ينتج عن اكتيفيت الماكروفاج بالكلاسيكال باثوي. ماشي، هلا برضو كمان شو بيحكوا لنا انه all these macrophages are important in، ماشي، هدول الماكروفاج اللي نتجوا عنا مهمين بشو؟ بيحكوا لنا مهمين in host defense against ingested or microbe. تمام، انه المناعه صحي الماكروفاج وهي بتروح بتبلعم، بيكون هون الاورجانيزم بتروح بتبلعم وبتدخل جواها. ماشي، الاكتيفيت الماكروفاج هاي كتير مهمة عشان احنا ناخذ عليها وهو جوانا. تمام، اوكي، ماشي، بس هي هاي الفكرة انه احنا ليش بنكتفها؟ علشان نساعد بقضاء الميكروب اللي جوا شو اسمه اللي جوا الماكروفاج بعد ما احنا بلعمناه، هيك رح تكون قدرة الماكروفاج انها هي يعني تبلعمه كتير احسن. تمام،
فلهون احنا بنكون خلصنا اهم افكار الكلاسيكال باثوي. خلينا نروح نشوف الالترناتيف باثوي، ماشي؟ انه كيف احنا بنحفز او بننشط الباثوي بطريقه الثانيه اللي هي اسمها شو الالترناتيف باثوي. هلا اول شيء هاي induced by شو، يعني شو اللي بسببها، شو اللي بحفز هاي الطريقه، بحكوا لنا cytokines other than interferon gamma، تمام؟ هذا واحد. اثنين بحكوا لنا، لا الأمثلة عليها سوري، بحكوا لنا إنه أمثلة على سايتوكاينز مثل الانترفيرون 4 و سوري الانترلوكين 4 والانترلوكين 13 اللي بيطلعوا من التي سيل وأذر سيل مثل الماست سيل والإيزينوفيلز، تمام؟ فهي بشكل أساسي، بشكل أساسي بتتحفز بشو؟ بالسايتوكاين، سايتوكاين اللي بيطلع من الليمفوسايت والماست سيل والإيزينوفيل، ومن أمثلته الانترلوكين 4 والانترلوكين 13، تمام؟ هدول هم اللي بحفزوا هاي الالترناتيف باثوي، أوكي؟ هلا بيحكوا لنا the activity is not antimicrobial, its principal role in tissue repair. هلا احنا باللي فوق كنا نحكي انها هي كنا نحكي هي الماكروفاج والاورجانيزم جواها، وكنا احنا نحاول دائما نقتله عن طريق الكلاسيكال باثوي. اما تحت بيحكوا لنا انها هي شو، انها اتس اكتيفيتي از نوت انتي مايكروبيال، يعني مش عشان نقتل الميكروب. طب ولا بيحكوا لنا اتس برينسيبل رول، هدفها او دورها الاساسي از تيشو ريبير، ماشي؟ بالتيشو ريبير باصلاح التيشو الخربان، ماشي؟ عمليه الهيلينج، عمليه الاصلاح. هون الالترناتيف باث واي بيكون هدفها الاساسي انه الماكروفاج تشارك بعمليه الريبير، ماشي؟ مش زي اللي فوق، اللي فوق كانت انتي مايكروبيال، كانت عشان تقتل الميكروب، اما هون لا، احنا بشكل اساسي بدنا شو؟ بدنا نعمل ريبير. طب كيف رح نعمل ريبير عن طريق الماكروفاج؟ هي هذا الاشي بجاوبوا لنا اياه بهذول السطرين، بيحكوا لنا انه ذي سكريت، يعني الماكروفاج رح يطلعوا جروث فاكتور، ماشي؟ طبعا احنا بدنا نعمل ريبير، بدنا نصلح، فايش طبيعي رح نحتاج جروث فاكتور. هذول الجروث فاكتور ذات بروموت انجيوجينيسيس، يعني عملية تكوين بلد فيسل جداد، ماشي؟ اشي طبيعي، يعني لو انا عندي هون تيشو وهذا هون خلايا مكسرة وعندي هون بلد فيسل، هلا علشان انا مثلا اساهم احسن بالريبير رح اصير بدي اطلع بلد فيسل. خليني بس اوضح لكم الموضوع، احط باللون الازرق البلد فيسل، ان البلد فيسل هيك بيصيروا بدهم يجوا لعند هون اكثر، تمام؟ هاي العمليه، عمليه تكوين البلد فيسل هدول الجداد هون، هاي شو اسمها؟ الانجيوجينيس، تمام؟ فالانجيوجينيس يعني تكوين بلد فيسل مكان الريبير اللي بدي اعمله. فهون الماكروفاج رح تطلع جروث فاكتور يساعدوني بهاي العمليه، وبرضه كمان رح يعني تحفز انه يجي هناك فايبروبلاست اللي هم الخلايا اللي بيكونوا يرسبوا كولاجين، تمام؟ يعني فايبروبلاست هاي بتكون تصنع الكولاجين، ماشي؟ فهيك بتصنع الكولاجين وبساهم برضو كمان بعملية الريبير غض. فهذا هو دور الماكروفاج الرئيسي اللي لما تتحفز بالالترناتيف باثوي، تمام؟ هون احنا تقريبا خلص بنكون يعني زي ما تحكوا خلصنا الالترناتيف والكلاسيكال باثوي، ان شاء الله انه امورهم تكون مفهومه 100%. هلا بس بضل في عنا زي ما تحكوا هيك هدول المعلومتين فقرة التعلم، خليني احكي لكم اياهم. الاولى بيحكوا لنا انه also they display، احنا هون عم نحكي عن الماكروفاج انها هي also they display antigen to T cell as well response to signal from T cell، انها هي بتكون تبعت اشارات للT cell تنشطها، وبرضه كمان T cell بتكون تبعت signals الى الماكروفاج. الماكروفاج والT cell بيكونوا هم التنتين عم يعملوا ادارة لبعض. فالماكروفاج بتكون هي display antigen to T cell، يعني هي بتكون تطلع الانتيجين يعني تعرفه للتي سيل، تمام؟ علشان التي سيل تستجيب وتعمل مناعة وهيك. وبرضه كمان الماكروفاج response to signal from T cell، يعني انها الماكروفاج بتستجيب لرسائل او اشارات بتجيها من التي سيل، فعشان هيك هم التنتين بكونوا يأثروا ببعض، اوكي؟ هاي هي المعلومة الأولى. خلينا نروح نشوف الثانية، بيحكوا لنا إنه انترفيرون جاما، ماشي؟ هذا كم كلمة دي ترسبان مهم برضه، بيحكوا لنا induce macrophage fusion into multi nucleant nucleant هاي giant cell. شو يعني هذا الحكي؟ هلا أول إشي إحنا بيكون في عنا هون ماكروفاج، تمام؟ وماكروفاج وطبعا بتتحول بتصير تكون ابيثيليويد سيل اللي هي الكبيره، وبتكون في عندي ماكروفاج وابيثيليويد سيل وهكذا، تمام؟ هلا هدول ممكن يكون في انا عندي هون مايكروب كتير هيك شرير، ماشي؟ وهدول يكونوا عشان يكونوا اقوى مفروض انه دائما هو شو بينحكى انه في الاتحاد قوه، صح؟
هم شو بصيروا يحكوا اخوان لا احنا كل واحد فينا هيك مش كافي، لازم احنا نتحد مع بعض، فبيروحوا هدول الخلايا كلهم مع بعض بيتحدوا وبيعملوا لي خلية واحدة كبيرة تكون مالتي نيوكليتد، يعني بكون فيها كذا نوع لانها هي ناتجة عن اتحاد الخلايا مع بعض، وهاي الخلية بتكون كبيرة كتير. شو بكون اسمها؟ هيها هون الجيانت سيل، تمام؟ هيها هاي هي الجيانت سيل. الجيانت سيل بتكون خلية كبيرة كتير، بتكون اتحاد الماكروفيج والابيثيليويد سيل مع بعض علشان تكون خلية كتير قوية، تمام؟ فهاي هي الفكرة، انه احنا راح هدول يصير لهم فيوجن الماكروفيز، راح يصير لهم اتحاد مع بعض، بيتحدوا مع بعض. انتو مالتي نيوكليتد جيانت سيل، ماشي؟ بتكون خلية كبيرة لها كذا نواة لانها ناتجة من اتحاد الخلايا والانوية يعني عند بعض، تمام؟ آه بس، وهذا الاشي شو بيحفزه؟ يعني شو بيحفز انهم يعني يصيروا جيانت سيل ويتحدوا مع بعض؟ هو الانترفيرون جاما، تمام؟ ان شاء الله انه لهون كل امور الماكروفاج تكون مية مية. هيك بنكون خلصنا الخلية الاولى اللي بتكون بالكرونيك انفلاميشن، وهي شو؟ خليني احط لكم لون احمر، هي الماكروفاج، تمام؟ خلينا نروح نشوف الخلايا التنتين الباقيات اللي هم الليمفوسايت والبلازما سيل. خلينا نحكي اول شيء عن الليمفوسايت. هلا الليمفوسايت اول شيء هاي الخلايا اللي هي احنا بنقسمها ل تي ليمفوسايت وبي ليمفوسايت، تمام؟ فاحنا في عنا تي وبي ليمفوسايت، هدول طبعا رح تاخذوا عنهم يندمجوا مادة كاملة اللي هي مادة الاميونولوجي علم المناعة، رح تاخذوها ان شاء الله على الصيفي بين تانية وتالتة. المهم انه لهم كتير تفاصيل، خلينا بس نقرا هون بس عليهم فقره واحده، خلينا نقراها. بيحكوا لنا انه هاي التي والبي ليمفوسايت هدول بيروحوا على الانفلاماتوري سايت using some of the same adhesive molecule pairs and chemokines that recruit monocytes. شو يعني هذا الحكي؟ انهم هم مش صح بيكونوا هيك بالبلد فيسل وبينزلوا، صح؟ هلا كيف بينزلوا؟ بيحكوا لنا انهم هم بينزلوا عن طريق نفس هي سيم ادهيجن مولكيول بيرز، نفس المركبات تاعت اللي هو الاميجريشن والمايجريشن، ونفس الكيمو كاينز اللي كانوا ينزلوا المونوسايت. فالمونوسايت لما كانوا ينزلوا بنفس الطريقة بنفس المركبات بنفس الكيميكال ميدياتور نفسهم الليمفوسايت برضو كمان رح ينزلوا، تمام؟ فهذا هو المقصود بهاي الفقرة، انه احنا لما ننزل هاي مونوسايت لما تنزل نفس الأدهير المولكيول ونفس الكيموكاينز راح يكونوا بيساعدوا بنزول مين كمان الليمفوسايت والكيموتاكت تاعها وكل اشي، كلهم شو بيساعد فيهم نفس المركبات، تمام؟ هلا هاي الفقرة هاي فيها اشي كثير حلو، ماشي؟ انه كيف قبل شوي مش حكينا انه الماكروفيج بتكون تحفز التي سيل، ونفس الشيء التي سيل بتكون تحفز الماكروفاج. هون بهاي الفقرة رح نتعرف على هذا الشيء. بيحكوا لنا ان ماكروفاجز، ماشي، مالهم الماكروفاج؟ بريزنت انتيجين تو تي سيل، بيطلعوا انتيجينات للتي سيل، وماشي، وكمان برضه كمان بيكونوا يطلعوا الانترلوكينز، ماشي؟ يعني هاي واحد هاي اثنين. لما يطلعوا هدول للتي سيل هذا الاشي رح يؤدي ل stimulate and activate تي لمفوسايت، رح تتحفز التي لمفوسايت، والتي لمفوسايت رح تروح شو؟ تحفز الانترلوكين جاما، سوري الانترفيرون جاما. ولما تتحفز الانترفيرون جاما هذا الاشي رح يكون شو؟ powerful activator of macrophage، رح يكون بحفز مين؟ الماكروفاج. فهيك الماكروفاج طلعت انتيجين وطلعت انترليوكين فحفزت التي سيل، التي سيل طلعت انترفيرون جاما، الانترفيرون جاما رجع حفز الماكروفاج، والماكروفاج حفزت التي سيل، والتي سيل حفزت الماكروفاج، فكل واحد بحفز الثاني، وكل مره بيكونوا يتحفزوا اكثر والانفلاميشن بيتحفز اكثر، وبنكون نجذب خلايا اكثر وننشط خلايا اكثر، فهمتوا كيف؟ فهي بس هيك الفكره، انه الماكروفاج بيطلعوا انتيجين وبيطلعوا الانترلوكين لمين؟ للتي سيل. هيك التي سيل تنشطت، بس تنشط بتطلع انترفيرون جاما، بروح بنشط الماكروفاج اكتر، وهي بتنشط التي سيل اكتر، والتي سيل بتروح بتحفز الماكروفاج اكتر، والماكروفاج بتحفز التي اكتر، بضل هيك الانفلاميشن شو؟ شغال، تمام؟ فهذا هو اللي مكتوب بهاي الفقرة، تمام؟ انه كيف الاثنين بكونوا دائما انهم هم يحفزوا بعض. هيك احنا كمان بنكون خلصنا الخلية الثانية اللي معنا اللي هي الليمفوسايت، تمام؟ طبعا كثير لها تفاصيل وكثير لها قصص، الليمفوسايت معقدة كثير، طبعا بتاخذوها بالاميونولوجي هلا بهذا الفصل، بس هذا اللي بهمكم عنها. خلينا هلا نشوف الخلية الثالثة اللي هي البلازما سيل.
هلا بس معلوماتكم، معلومة مهمة، انه في احنا عندنا الخلايا الليمفوسايت، في عندنا خلايا تي وفي عندنا خلايا بي، ماشي. هلا خلايا تي شوي سيبنا منها، خلية بي هاي الخلية بس بدها تتمايز، بتروح تتمايز لخلية شو اسمها، اسمها هاي البلازما سيل. فالتي سيل بتنتج البلازما سيل، والبلازما سيل شو بيطلعوا؟ الانتي بادي، تمام. الانتي بدي هذا بكون يطلع ضد الانتيجين الغريب اللي داخل على الجسم. فهي هاي الفكرة، انه احنا بكون في عنا بي ليمفوسايت اللي قبل شوي حكينا عنها، ماشي. والبي ليمفوسايت تتمايز لخلية، شو اسمها هاي الخلية؟ هاي هي البلازما سيل، ماشي. والبلازما سيل بتطلع الانتي بدي اللي كثير مهم بالمناعة، تمام. فهذا هو يعني زي ما تحكوا اصل الموضوع، تمام. فخلينا نقرا، بيحكوا لنا انه هاي البلازما سيل ار ديتيرمينالي ديفرنشيتد ان ذا برودكت اوف بي سيل اكتيفيشن، تمام. فاحنا لما نحفز البي سيل اخر برودكت بيطلع معنا هي البلازما سيل، تمام. هلا هاي البلازما سيل بيحكوا لنا they can produce antibody، هاي البلازما سيل هي اللي بتطلع الانتيبادي directed against antigen in the inflammatory site، ماشي. بتكون ضد الانتيجين الغريب اللي دخل على الجسم في حالة الانفلاميشن، وبرضه كمان بيكون ضد الالتيرنت تيشو كومبوننت، يعني اذا انا عندي جزء بالجسم صار فيه تغيرات او مثلا خلايا ميتة او هيك، احنا برضه بنطلع لها انتي بدي انه عشان تخلص منها، تمام. فهذا هو كل خلاصة موضوع البلازما سيل، انها هي بتطلع من البي سيل وبتنتج انتي بودي، وبتكون هيك شو يعني مهمة بالانفلاميشن، تمام. هيك بنكون خلصنا الخلية الثالثة اللي بتكون موجودة بالكرونيك انفلاميشن. الرابعة هي الايزينوفيل، تمام. هلا الايزينوفيل هاي بيحكوا لنا كاركترستيكلي found in inflammatory site، ماشي. طبعا بتكون عند الانفلاميشن، لانه اساسا كل الشابتر اللي احنا عم نحكي عنه حاليا هو الانفلاميشن، فهي بتكون وين؟ بالانفلاميشن. تحديدا تحديدا هاي الايزينوفيلز بتكون بحالتين. اول شيء بتكون عند الباراسيتيك انفكشن، تمام، اللي هي الباراسايت، ماشي. هدول الطفيليات انه هي بتكون تحديدا بتحب لما هم يدخلوا هي اللي تتصدى لهم. كيف بتتصدى لهم؟ بيحكوا لنا انها هاي ايزينوفيل سبيسيفيك جرانيولز، في بكون فيها سبيسيفيك جرانيولز زي هيك حبيبات متخصصه جواها. شو فيهم؟ بيحكوا لنا هدول كونتين ميجر بيسيك بروتين، بكون فيهم بروتين. ما له هذا البروتين؟ بكون لنا ذات ار توكسيك تو باراسايتس، تمام، انه هذا بكون سام للباراسايت، فهي عشان هيك بتحب هي تقاتل الباراسايت، لانه في جواها بروتينات متخصصه بكونوا هم سموم للباراسايت، تمام. هذه هي وظيفتها الاولى او المكان اللي هي اول اشي بتكون فيه. تاني اشي بيقول انها هي بتحب تكون او تشارك بالالرجيك اميون رياكشن، بتفاعلات اللي هي الحساسيه، تمام. خلينا نخلي عنها. طبعا الايزينوفيلز والماست سيل هذول من اهم الخلايا بالالرجي اللي هي الحساسيه، وتحديدا الماست سيل، يعني هذول اول ما تسمعوهم دايركت لازم يخطر على بالكم شو الحساسيه، تمام. فسواء احنا عم نحكي عن الايزينوفيل او عم نحكي عن الماست سيل، بجميع الاحوال هذول كثير مهمين للالرجيك رياكشن اللي هو تفاعلات الحساسيه، تمام. وبس يعني هدول هم الاستخدامين تاعونها. هلا هاي الفقره شو بيحكوا لنا فيها؟ انه صح هي بتكون الايزينوفيل بالدم، بعدين بدها تنزل. هلا كيف تنزل؟ مش بدها ادهيجن مولكيول، بدها كيمو تاكتيك وايجنت، وبدها كتير شغلات، صح. بيحكوا لنا هون انه نفس اللي رح ينزل النيوتروفيل بيكونوا نفسهم اللي رح ينزلوا الايزينوفيلز، تمام. خلينا نقرا هذا الحكي. بيحكوا لنا immigration، ماشي، انها تنزل الايزينوفيل. immigration of eosinophil is driven by adhesion molecule similar to those used in neutrophils، يعني هي لما بدها تنزل نفس المركبات اللي بنزلوا النيوتروفيل بالاكيوت انفلاميشن نفسهم هم اللي بنزلوا الايزينوفيل، اذا بتتذكروا اخذناهم بال cellular response نفسهم بكونوا يعني بيساعدوا الايزينوفيل انها هي تنزل. برضه كمان بيحكوا لنا and by specific كيموكاين اللي هم الاكزوكاين، ماشي، هدول الكيمو تاكتيك ايجنت برضه كمان بيكونوا نفسهم. وهدول طبعا من وين بيطلعوا؟ بيحكوا لنا انهم بيطلعوا من الوايت بلاد سيل اللي هم الكيمو تاكتيك ايجنت، ومن الابيثيليال سيل المبطن للوعاء الدموي، تمام. هذا هو كل الحكي اللي عندنا عند الايزينوفيل، خليه لطيفه ظريفه. خلينا نشوف اللي بعدها اللي هي الماست سيل. الماست سيل هاي متى ما تسمعوها بحياتكم دايركت يخطر على بالكم انها هي في جواها شو؟ الهيستامين. خليني بس اصغر الخط واكتب لكم انها هاي الهيستامين.
إلها كثير دخل الهيستامين، إنها هي اللي بتطلع الهيستامين اللي بيعمل لي سو، اللي بيعمل لي الارجي اللي هو الحساسية. تمام، هلا خلينا قبل ما نقرأ أفهمكم كيف يعني الماست سيل إنها بتساهم بالالرجي. أوكي بس خليني أطلع. تمام أوكي. خليني هون. هلا طلعوا علي كيف. هلا احنا اول اشي، خليني اصغر الخط. تمام، اول اشي بدخل عنا مسبب الحساسية. تمام، ممكن يكون مثلا حدا عنده حساسية من القمح، حساسية زيت الزيتون، حساسية كثير اشياء من الحساسية ممكن يكون. المهم انه رح يكون في عندنا عندي شو مسبب حساسية، هي انا بدي ارمز له انه اشي شو شرير. هلا اول مرة، هي اول مرة بتدخل على جسم الانسان، شو بيصير؟ بيروح بيلتصق انتي بودي اسمه اي جي اي، او لا احنا مش هيك مكتوبه، مكتوب اسمه اي جي اي. هذا الاي جي اي تمام هو انتي بودي، ماشي. بيروح وين؟ على الماست سيل. بيروح شو؟ بيلتصق عليها، هيك بصير ماشي. هذا الاي جي اي بيعبي هاي شو الماست سيل. اوكي، هاي شو، هاي هي المرة الأولى. هلا المرة الثانية بدخل نفس مسبب المرض، هاي بدي أحط لكم إياه إنه هو نفسه. تمام، هلا ثاني مرة بصير عندي تفاعل الحساسية، أنا هاي بدخل مسبب المرض لثاني مرة ماشي. وهالمرة بس يدخل ما بيروح بيعمل اي جي اي، لا لا بيروح أساسا الاي جي اي بتكون موجودة، بيروح بيرتبط على الاي جي اي هيك اللي موجودة وين؟ على الماست سيل. ايوه، وهيك الماست سيل هاي رح تروح شو، رح تروح هي بدي ارسمكم اياها بالاسود، انها هي بتتكسر و يعني بتتحلل وهيك، وبتطلع شو، بتطلع محتوياتها، بصير محتوياتها يطلعوا، ومن اهم محتوياتها اللي بيكون جواها هو الهيستامين. فهيك الهيستامين بيطلع، والهيستامين هو اللي بسبب الانفلاميشن. تمام، فهذا هو كيف ان الماست سيل بتعمل لي الالرجي. ان شاء الله انكم تكونوا فهمتوها منيح. تمام، هي مرت عليكم اساسا بالهيستو العام، بس يعني هي في القعدة افادة. تمام، هلا شو بيحكوا لنا؟ بيحكوا لنا انه هاي، اوكي خليني بس اغير اللون. تمام، بيقول انه هاي الماست سيل are widely distributed in connective tissue throughout the body and can participate in both acute and chronic response. هي بتكون معبية الدنيا بكل الجسم، بكل ال connective tissue بتكون موجودة هناك، وهي بتتدخل وبتكون موجودة بالacute وبالchronic response، بالاكيوت والكرونيك انفلاميشن. تمام، لانها هي بتطلع الهيستامين اللي هو كيميكال ميدياتور كتير مهم، سواء بالانفلاميشن الاكيوت او الكرونيك. ماشي، هلا بيحكوا لنا انه ان اتوبيك انديفيدوال. شو يعني اتوبيك انديفيدوال؟ هلا الاتوبي اللي هو زي ما تحكوا رح تاخذوه ان شاء الله بماده الامينولوجي بالصيف بين ثانية وثالثة، بس الفكره انه الاتوبي اللي هو الحد اللي عنده حساسيه بمكان معين بجسمه، فهمتوا كيف؟ يعني مش حساسية بكل الجسم، بتصير حساسية بأورجن معين، يعني فهمتوا كيف؟ فهاي الحساسية اسمها أتوبي. أما الأتوبيك انديفيدوال هو الواحد اللي بيكون عنده حساسية، لما يصير عنده الحساسية بتكون متمركزة بمنطقة معينة بجسمه. المهم إنه الأتوبيك انديفيدوال اللي هو عندهم allergic reaction، حدا عنده حساسية، هذا شو رح يكون عنده؟ بيحكوا لنا انه الماست سيل ار ارمد وذ اي جي اي، ماشي، يعني رح يصير عليها يتركب هدول الاي جي اي. صح، انا حكيت لكم هذا اي جي اي، وهذا الاي جي اي طلع كيف هون صار يرتبط على الماست سيل اللي هو الاسود. تمام، اوكي، هلا هذا بكون ارمد وذ اي جي اي زي ما حكينا، اللي هو انتي بودي سبيسيفيك فور سيرتري انتيجين. ماشي، فهذا الـ IgE بكون متخصص لمسبب الحساسية الخصوصي اللي دخل، ماشي. هذا لما شو، لما يدخل مسبب الحساسية المرة الأولى. تمام، أما هلا لما يعني يدخل مرة تانية، بيحكولنا شو بصير؟ بيحكولنا IgE armed mast cell. mast cell هاي اللي عليها هيك IgE، تمام، هاي مالها؟ بيحكولنا are important in allergic reaction including asthma and anaphylactic shock. ماشي، هي كتير مهمة بالأزمة اللي هي الربو، والأنافلاكتيك شوك اللي هي الحساسية المفرطة. ماشي، وهاي كمان بيحكوا لنا انها هي بيكون يعني مسؤولة كمان عن كيميكال ميدياتور مثل اللي هم الكيموكاين والتيومر نيكروسيس فاكتور. تمام، بس يعني هي هيك فكرتها انه هي بتكون شو، خليني بس اوكي اشرح لكم اياها كمان مره، لانه عن جد والله كثير مهم تفهموها. انه احنا شو بيكون في عنا؟ بيكون في عنا اول مره بيدخل مسبب المرض، ماشي، بيدخل على الجسم،
هاي بس إعادة سريعة، تمام؟ بيكون في أنا عندي ماست سيل أساسا جوا الجسم، ماشي؟ فبيروح هو بخليها يطلع عليها IgE، تمام؟ هيك بيكون يطلع عليها هذا أنتي بودي، بيكون سبيسيفيك للأنتيجين اللي دخل، ماشي؟ هذا هو إحنا شو بنسميه، هي بدي أحط لكم إياه بالأحمر، إنه هذا اسمه IgE، تمام؟ هلأ تاني مرة بيدخل مسبب المرض، راح ألون لكم إياه بالأخضر، ماشي؟ هي تاني مرة دخل، طبعا نفسه اللي دخل، يعني لو أول مرة قمح تاني مرة لازم يكون قمح، بيروح دايركت بيرتبط على الماست سيل، والماست سيل اللي بتتكسر وبتروح بتطلع محتوياتها، ومن ضمنهم ومن أهمهم الهيستامين، تمام؟ فهيك بصير في أنا عندي شو تفاعل الحساسية، أوكي؟ لهون إحنا خلاص هيك بنكون خلصنا الخلية، خليني بس هيك خلصنا الخلية الرابعة، خلصنا الخلية الخامسة اللي هي الماستل من الخلايا اللي معنا، تمام؟ لهون هيك بنكون خلصنا الخمس خلايا، وبنكون ذكرنا الميدياتورز خلال ما احنا حكينا الخلايا، تمام؟ موضوع جدا 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 سهل، تمام؟ هون بس صور للخلايا احفظوهم، هلا بس ضايل عندي سلايدين، بصراحة جدا سهلات وجدا مهمات في نفس الوقت، دكتور بجيب عليهم أسئلة، فركزوا معي اللي بدي أحكي لكم إياه، هم يعني كتير قراب من الحكي اللي قبل شوي كنا نحكي، تمام؟ فركزوا معي. هلا إحنا موضوع الخلايا والمدياتورز خلصناه تماما، هلا في عنا إحنا موضوع جديد، ركزوا معي، بس هو سلايدين وكتير قريب من اللي قبله، فراح أشرحهم الاثنين بنفس الفيديو. هذا شو اسمه؟ هذا اسمه اللي هو الجرانيولوميتاس انفلاميشن، تمام؟ هذا طبعا بيكون وين موجود بالكرونيك انفلاميشن تحديدا، انه بيكون هو جرانيولوميتاس. شو يعني هذا الحكي؟ هلا مش احنا حكينا، خليني اكبر لكم هيك، تمام؟ احنا حكينا انه انا بيكون في انا عندي شو اللي هي الماكروفيج، تمام؟ هلا هاي الماكروفيج اللي هي الخلية المبلعمة، تمام؟ شو اسمها؟ هاي بيكون اسمها مونوسايت، ماشي؟ هاي اسمها مونوسايت وهي بالدم، بس تطلع من الدم وتروح على التشو، بتروح على الخلايا، هاي شو بصير اسمها؟ بصير هيك أكبر، ماشي؟ وبصير اسمها ماكروفيج، تمام؟ هلأ هاي الماكروفيج لقدام تتحفز أكتر وبتصير خلية أكبر وأكبر، وزي ما تحكوا أكبر بكتير، يعني بتصير عندها قدرة على البلعم كتير أكبر، وهيك بتصير. وهاي إحنا شو بنسميها؟ الإبي ثيليويد سيل، تمام؟ فأول شيء بتكون مونوسايت، بعدين ماكروفاج، بعدين إبيثيليويد سيل. هلأ هاي الإبيثيليويد سيل، أو مش الإبيثيليويد، يعني الماكروفاج هاي، تمام؟ هاي لقدام ممكن انها تعمل اشي تاني عشان تقوي حالها، مش بس انها تتحول لابيثيليويد سيل، انها برضو كمان تتحول ل انها تندمج مع بعض، يعني يندمجوا هيك كتير مع بعض ويصيروا خلية كبيرة كتير كتير. طبعا هون مش مبين انها كبيرة، بس انا خليني اصغر بلكي قدرت اكبر لكم اياها، ما في وسع بالسلايد، بس الفكرة لازم توصلكم انه هاي الماكروفيج بروح بيتحدوا كذا ماكروفيج هيك مع بعض، تنتين ثلاثة اربعة خمسة، قد ما يتحدوا وانويتهم هيك بتصير متناثرة بالسيتوبلازم مع بعض، زي كأنهم خلية واحدة إلها أكثر من نواة، فهمتوا كيف؟ يعني هما بيكونوا كل خلية إلها نواة، فبعدين بيندمجوا كل الخلايا وأنويتهم بتصير هيك متوزعة، وهاي إحنا شو بنسميها؟ الجيانت سيل، تمام؟ فهاد هي مسميات كلياتها مرتبطة بالماكروفيج، تمام؟ هاي شو اسمها؟ جيانت سيل، أيوة تمام. هلا الفكرة هون إنه إحنا لما يكون في أنا عندي الإبيثيليويد هذا كتير معبي المكان، ويكون ابيثيليويد 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 وماكروفيج وجيانت سيل، شايفين كل هذا التجمع من الخلايا هاي اللي هي الماكروفيج ومشتقاتها وهيك، هدول احنا كلهم هيك مع بعض مع بعض هيك كلهم هيك بكونوا بمكان معين جوا تشو معين، هدول تجمعهم هيك شكلهم بس نشوفهم تحت الميكروسكوب شو بكون اسمهم، هدول اسمها يعني هاي المنطقة بكون انه فيها جرانيو، لحظة شوي، جران، اوكي، جران يولوما، تمام؟ فهاي هي الجرانيولوما. جرانيولوما يعني انها هي كوليكشن من الابيثيليويد سيل، الماكروفاج، الجيانت سيل، وكمان شغلات ثانية، بس الفكرة الأساسية هو وجود الابيثيليويد والماكروفاج والجيانت سيل، تمام؟ فعلشان هيك، علشان الجرانيولوما، تمام، احنا بنسمي هذا الانفلاميشن جرانيولوميتس انفلاميشن. جرانيولوميتس عشان شو؟ علشان الجرانيولوما، نسبة لمين؟ للجرانيولوما. فجرانيولوميتس انفلاميشن يعني انفلاميشن فيه هاي الجرانيولوما، تمام؟
فهاي هي الفكرة بكل بساطة، بس خلينا هلا نقرأها، وفي كمان شوية ديتيلز أكيد لازم طبعا نضيفهم لمعلوماتنا، بس الفكرة الأساسية اللي لازم توصلكم I think إنها خلص وصلت. وبصراحة موضوع يعني مهم، لأنه بالسيستمات كتير رح يصير ينذكر قدامكم مصطلح جرانيولوما، خصوصا بال RS I think لما تاخذوا مرض السل اللي هو التي بي، كتير بصراحة رح تتطرقوا برضه كمان لموضوع الجرانيولوما. المهم بيقول انه هذا باترن، انه هو شكل of chronic inflammation، تحديدا لمين؟ لل chronic inflammation characterized by aggregates of تجمع من ال activated macrophage called epithelioid cell. هاي حالة الابيثيليويد بتكون كتير موجودة بهذه الجرانيولوميتاس انفلاميشن. تمام اوكي، خلينا نقرا. بحكوا لنا انه شو ممكن اسباب يعني تؤدي لظهور هاي الجرانيولوما بالتشو. كتير شغلات مثل جرانيولوما inflammation is caused by اسبابها، هاي سببين ثلاثة أربعة خمسة ستة، احفظوهم بصمهم ما بدهم اي شيء. تمام بكتيريا الانفكشن، في بعض انواع البكتيريا بس تدخل على الجسم تعمل لي هاي الجرانيولوما، وهي امثلة تحفظهم. الباراسيتك انفكشن، الباراسايت من غيرها، هاي برضه كمان لما تدخل على الجسم ممكن انها تعمل لي هاي الجرانيولوما، وهي امثلة عليها. اللي بعديها الفنجل انفكشن، الفنجاي بس تدخل على الجسم برضه كمان تعمل لي انفلاميشن، وهي امثلة على انواع فنجاي. برضه كمان ان اورجانيك ميتالز اور دست، ماشي، اللي هي الاورجانيك المركبات الغير عضويه، وهي امثله عليهم. وفورين بادي، اجسام غريبه يعني، فهمتوا كيف؟ زي السوتشرز اللي هم الخيوط تعمل الخياطة الجرح، ممكن هدول برضه كمان يعملوا لي جرانيولوما. وانهم اشياء يعني مش مصنفين من اللي فوق مثل الساركويدوسيس. تمام فزي ما تحكوا هدول هم اسباب اشياء يعني بسببوا ظهور هاي الجرانيولوما بالجسم، احفظوهم وابسموا الأمثلة اللي عليهم. هلأ ضايل هون آخر سلايد رح نحكي فيه عن شو، عن اللي هو مايكروسكوبيكلي the granuloma consist of، ماشي. هلأ احنا هيها وريتكم تحت الميكروسكوب احنا شو بنشوف، بنشوف الماكروفاج، الابيثيليويد سيل، الجين سيل وهكذا، بس برضو كمان بكون في اشياء تانية غير عن الماكروفاج اكيد يعني. فمن هدول الشغلات خلينا نقرأهم هلأ. تمام خليني بس احط هيك. بيحكوا لنا انه هو سنترال اجريجيتس اوف ابيثيليويد سيل، يعني بالنص بالنص بكون انا عندي الابيثيليويد سيل، فهي انا بدي ارسم انه هون انا في عندي الابيثيليويد، هدول وين بكونوا؟ بكونوا بالنص بالنص جوا. تمام هدول بكونوا انا عندي شو الابيثيليويد سيل، هدول هم اكتيفيتد ماكروفاج، ماشي. الماكروفاج بعد ما تتحفز وتتحفز وتتحفز شو بصير اسمها؟ ابيثيليويد سيل. هاي الابيثيليويد سيل بتكون كبيره لارج فلات، تكون هيك مستوية with pink granular cytoplasm، بكون فيها هيك حويصلات لونهم زهري. تمام طبعا هدول هم اللي بكون في جواتهم الانزيمات المحللة، وبرضه كمان بكون في عندهم اللي هو زي ما تحكوا indistinct cell boundaries، اللي هو يعني حدود الخلية بكونوا مش منتظمات وبس. تمام فهذه هي انا ايش اللي بكون بالنص. خلينا نطلع لبرا نشوف شو بحيط بهدول الخلايا. رح يكون برا في عندي اللي هو ليمفوسايت، ماشي، خلايا ليمفوسايت. خلينا نرسمهم انهم هون، بكون انا في عندي لبرا شوي ليمفوسايت. تمام هدول الليمفوسايت طبعا مهمات برضو كمان، بحكوا لنا انه هدول بيطلعوا السيتوكاين اللي هم responsible for ongoing macrophage activation. هدول الليمفوسايت اللي بيكونوا حوالين الابيثيليويد سيل بيكونوا يطلعوا سايتوكاين عشان يضلهم يحفزوا الماكروفاج انها تضلها تتاكتف وتضل تتحول لابيثيليويد سيل. تمام برضو كمان شو بيحكوا لنا، انه رح يكون محيط فيهم لبرا شوي surrounding rim fibroblast and connective tissue. شو رح يكون في عندي؟ fibroblast and connective tissue. خليني احط الفايبروبلاست انها هي بالاورنج. تمام هاي الخلية اللي بتصنع لي الألياف والكولاجين وهيك، هاي بتكون لبرا، وبرضه كمان لبرا بكون في أنا عندي شو كونكتيف تيشو. تمام هلا هذا يعني زي ما تحكوا بكون زي كأنه هيك عم بحوط الجرانيولوما، فهمتوا كيف؟ يعني هو بيعمل لها حدود، هذا الأورنج اللي هي الفايبروبلاست والكونكتيف تيشو، هم زي كأنهم بيعملوا لي شو، زي كأنهم بيعملوا لي هيك حدود لهاي، فهمتوا كيف؟ يعني كأنهم بيحاصروا الابيثيليويد سيل والليمفوسايت اللي بالنص، هيك بيكون، فهمت كيف؟ تمام هلا هدول خلينا نقرا عنهم شو بيحكوا لنا عنهم، بس خلوني تمام
كلنا هذول بيظهروا اللي هم الفايبر بلاست والكونكتيف تيشو بسبب السايتوكاين، تمام؟ وهدول بيحكوا لنا انهم هم شو ذي سريم زي كانها حلقه، بيحكوا لنا از يوسفول ان كونتيننج ذا كوزيتيف انجرس، يعني انه لما يكون انا عندي هون مثلا بالنص يعني عند اللون النيلي بيكون هون انا عندي مسبب المرض، فزي كانه هذا الاورنج اللي هو طبقه الفايبر بلاست والكونكتيف تيشو زي كانها عم بتحاصر مسبب المرض عند بس بتخليه يكون موجود عند الماكروفاج والابيثيليال سيل هناك، يعني ما بتخليه يطلع لبرا، فهمتوا كيف؟ يعني زي كانها هيك عم بتحاصره، تمام؟ فعشان هيك هي بتكون containing the causative injurious agent، هي بتكون تحاصر بسبب المرض حتى ما يطلع لبرا، بس بنفس الوقت طبعا هاي شو بتكون في انا عندي هون scarring و fibrosis و تليف وهيك، فهو ممكن برضه كمان cause harmful tissue injury، ماشي؟ انه هو بيعمل لي كمان tissue injury، تمام؟ فهي هاي فكرتهم انه انا بكون في انا عندي كل هاي الطبقات من الخلايا، هي هاي كلها على بعض اللي احنا بنسميها جرانيولوما. برضو كمان شو بكون في عندي؟ بكون في انا عندي اوكي انتي سوري اللي هي المالتي نيوكلييتد جينت سيل، هي اللي هي الخلية اللي حكيت لكم عنها، بتكون هي اتحاد ماكروفاج وبتكون كذا هيك خلية كبار، بتكون خلية كتير كبيرة، هي عبارة عن اتحاد كذا خلية ماكروفاج مع بعض، ماشي؟ بيحكوا لنا انها هاي ممكن تكون خلينا نقرا انها هي من 40 ل 50 مايكرونز ان دايمتر، هيك بيكون حجمها، وبنلاقيها ب سم جرانيولوماز، بنلاقيها ببعض الجرانيولوما، وبكون فيها تو اور مور نيوكلياي، بيكون بالخلية اكثر من نواتين او اكثر من نواتين، لانها هي عبارة عن اتحاد خلايا مع بعض، مثل الامثل عليها مثل اللي بنشوفها بالتوبيركلوسس اللي هو مرض السل، تمام؟ هلا برضو كمان ببعض الحالات مثل مرض السل تحديدا هيو بيحكوا لنا انه هون رح نلاقي كازياس نيكروسيس، ماشي؟ اللي هو النيكروسيس اللي اخذناه لسه الشابتر الماضي، برضه كمان بنلاقيه بمرض السل، بيكون موجود جوا الجرانيولوما، تمام؟ وبكون تحديدا من نوع الكازياس نيكروسيس، ماشي؟ وبرضه كمان بيحكوا لنا انه في عوامل مساعدة برضه كمان بتساعد تكون هاي الجرانيولوما، مثل شو؟ مثل الهايبوكسيا والفري راديكال انجري، احفظوهم هلا وبس. يعني ممكن مثلا زي هاي الجرانيولوما، مش احنا حكينا انه بكون بسبب المرض جوا بالنص، ماشي؟ بنكون احنا محاصرينه بالجرانيولوما، ممكن انه احنا بيكون لنا identification of tuberculosis bacilli in such granuloma، يعني انه احنا نلاقي بنص هاي الجرانيولوما جواها نلاقي مثلا tuberculosis bacilli اللي هي البكتيريا المسببة للتوبركيولوسيس، فهيك احنا بيحكوا لنا بنقدر نعرف انه هذا المريض عنده tuberculosis. كيف؟ عن طريق انه احنا هاي الجرانيولوما بناخذ منها عينه، بنشوف اذا فيها tuberculosis bacilli ولا لا، اذا لقينا فيها tuberculosis bacilli معناها انا بدي هي بدي اعرف انه هاي الجرانيولوما بسبب شو؟ بسبب هاي البكتيريا اللي هي بسبب شو؟ يعني بسبب مرض السل، اللي هو بكون هيك بنقدر نشخص الحدا انه هو عنده هذا المرض، تمام؟ لهون خلاص بنكون خلصنا محاضرتنا لليوم، اكيد شوي بدها دراسة مش مشكلة، بس الفكرة انها هي بصراحة سهلة، ان شاء الله تكونوا فهمتوها كتير منيح، حلو الاسئلة الموجودة، ويعطيكم الف عافية، السلام عليكم.